منتصف الليل في تونس، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار ونبدأها بالعناوين. استئناف الخط الجوي تونس الخرطوم بداية من سبتمبر المقبل حسب اتفاق تونسي سوداني في ختام أعمال اللجنة العليا للبلدين. العنف الأسري يمثل أكثر من 56% من مجموع حالات العنف وأكثر من 10,000 إشعار لمندوبي حماية الطفولة. وهيئة الحقيقة والكرامة تقدم الخطوط العريضة ومنهجية الاستشارة الوطنية حول البرنامج الشامل لجبر الضرر ورد الاعتبار. توجت أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية السودانية بالخرطوم بإمضاء 22 اتفاقية تعاون وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم في عدة مجالات. أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن استئناف الخط الجوي بين تونس والخرطوم سيتم بداية من سبتمبر القادم، معتبرا أن هذا الخط سيشكل ركيزة أساسية لدفع التعاون والرفع من نسق الزيارات والأعمال بين البلدين. الاتفاق جاء في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة التونسية السودانية اليوم بالخرطوم بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد والنائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي السوداني بكري حسن صالح. مهم جدا لدفع التعاون، أيضا هناك جالية تونسية موجودة في السودان كنت التقيتها يوم أمس وأكدوا على ضرورة أن هناك خط جوي بين تونس والسودان، وكما قلت إن شاء الله في شهر سبتمبر يكون الخط موجود. رئيس الحكومة أضاف أن استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة التونسية السودانية والرفع من مستوى رئاستها دلالة واضحة على الإرادة الصادقة لقيادتي البلدين لمزيد توثيق علاقات الأخوة والتعاون. من جهته أكد بكري حسن صالح على الأبعاد الاستراتيجية للعلاقات الثنائية وما يحدو البلدين من عزم قوي لدفع التعاون بمختلف أبعاده والسير على مضمار الشراكة الحقيقية. نعمل إن شاء الله أنه بهذه الزيارة وحضور هذا الوقت الكريم من الوزراء ورجال الأعمال خاصة أنه إن شاء الله هذه العلاقة تنطلق إلى هناك معنى إمكانيات كبيرة في التبادل، في تبادل الخبرات التقنية والفنية، وتونس حققت تجارب ناجحة في العديد من المجالات يمكن أن يقع تبادلها، ونستفيد أيضا من الخبرات في الدول الأخرى مثل السودان الشقيقة. وكانت اللجنة المشتركة التونسية السودانية توجت بإمضاء 22 اتفاقية تعاون وعدد من مذكرات التفاهم التي شملت مختلف الميادين الاقتصادية. الأهمية في أنه فما مجالات اللي تونس متقدمة فيها على السودان نجم نفيد الجانب السوداني، ولكن فما مجالات اللي السودان مثلا إنتاج العلف في السودان متقدمين برشا، وإحنا تعرفوا في السنوات الأخيرة عشنا شوية أزمة علف، باش نتحاولوا نتبادلوا الخبرات في المجالات اللي إحنا متفوقين عليها باش نبعثوا خبراء متاعنا، وفي المجالات اللي هما متقدمين علينا فيها باش كيف كيف فما فايدة للجميع في الاتفاقات هذه وسندعمها باتفاقات أخرى إن شاء الله. اليوم حسينا في السودان وخاصة في الخرطوم أنه فما حاجة كبيرة جدا للسياحة الاستشفائية، هالخط المباشر هذايا بالطبع من نجم يكون كان دعم للسياحة هذه. وبمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة انعقد المنتدى الاقتصادي التونسي السوداني، تم خلاله الاتفاق على إنشاء مجلس الأعمال التونسي السوداني بموجب بروتوكول إضافي أبرم بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد أصحاب العمل السوداني. أن في السابق كثير من السودانيين يذهبون إلى المملكة المتحدة ومصر والأردن وكثير من الدول لتلقي وطلب العلاج، فوجدنا في سوق ممتازة جدا وعمل عظيم بيتم في مجال الخدمة العلاجية في تونس، فتصورنا أنه ممكن يكون في تعاون في هذا المجال. احنا زرنا السودان منذ عديد المرات ولمسنا أن هناك مجالات عمل كبيرة جدا في كل المجالات، مجال الصحي خاصة، المجال الصحي، صناعة الأدوية، الخدمات الصحية، التكوين المتبادل، وكذلك في مجالات اقتصادية أخرى خاصة صناعة الأدوية. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة أون للتأمين التونسية ومؤسسة سودانية أخرى تنشط في نفس المجال، وعلى مذكرة تفاهم بين شركة ميديس وشركة لاوس السودانية المختصة في صناعة الأدوية. قدمت وزارة المرأة والأسرة والطفولة تقرير سنوي لنشاط مندوبي حماية الطفولة الذي كشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل في تونس ومصادرها. يبيعون المناديل الورقية، يبيعون الورود، يبيعون سلعا مختلفة،
يمسحون زجاج سيارات مقابل بضع المليمات. تختلف أماكن تواجدهم أمام المساجد، في الأسواق، على قارعة الطريق، بين وسائل النقل يستجدون أصحابها لشراء ما يعرضونه من خدمات. هم أطفال تحت سن 18، اختصبت طفولتهم فكريا وجسديا. 90% من هؤلاء الأطفال حسب الدراسات قادتهم أسرهم إلى الشوارع لجمع المال. بأتم معنى الكلمة، تدخلات وقعت على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الجزائي، لكن ما عطاتش ثمرة، باعتبار أنه وعي الوالدين هذوما اللي أبنائهم يأتون بنسب كبيرة من المال كل الليلة، وتستغل أطفالها استغلال فاحش. وإن شاء الله في القانون نتاع الاتجار بالأشخاص إن شاء الله يكون ثم قوانين أو ثم تفعيل لقوانين اللي تنجم تكون تحط حد لها الوضع هذا. وبالعودة إلى التقرير الإحصائي السنوي لنشاط مندوبي حماية الطفولة لسنة 16 و2000، فإن العنف الأسري مثل أكثر المظاهر تفشيا، حيث فاقت نسبته أكثر من 56% من مجموع حالات العنف، بينما تتأتى 13.6 من حالات العنف المسلط على الأطفال من قبل إطارات تربوية. كما سجل التقرير ارتفاع عدد الإشعارات، حيث تلقى مندوبو حماية الطفولة أكثر من 10,000 إشعار، أي بزيادة حوالي 15% مقارنة بسنة 15 و2000. مصادر التبليغ اختلفت نسبها، فالأب والأم يتصدرانها بنسبة تفوق 54%، في حين تحتل المؤسسات الحكومية المرتبة الثانية بنسبة 35%. ولئن كان ارتفاع معدل الإشعارات يبعث برسائل سلبية حول ازدياد تفشي ظاهرة العنف ضد الأطفال، فإن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي تفسره بتعزيز الموارد البشرية. الارتفاع هذية النسبة متاعه تدل على أنه فما متابعة أكثر، وأنه وقت اللي رفعنا في عدد مندوبي حماية الطفولة معناها الخدمة متاعنا كانت أكثر معناها لصيقة بالحياة في المجتمع. وأنا من هالمنبر هذي ندعو المجتمع أنه يكثف الإشعارات، لأنه الإشعار محمول على المجتمع الكل، والعناية بالطفولة راهي في جوهر المسألة في تونس. سنة 2017 هي سنة الطفولة بامتياز وفقا لنزيهة العبيدي، التي أكدت ضرورة حماية الطفل من كل الانتهاكات ووضع كل الآليات لتتبع مرتكبها، حتى تكون الصورة التي نسوقها طفل بين مقاعد الدراسة ينعم بحقوقه ويتعلم ليبني مستقبلا أفضل. أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة الخميس اعتزامها إطلاق استشارة وطنية حول البرامج أو البرنامج الشامل لجبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بداية من يوم 26 من الشهر الجاري إلى 2 أبريل المقبل. في إطار الأعداد للبرنامج الشامل لجبر الضرر ورد الاعتبار، تعتزم هيئة الحقيقة والكرامة القيام باستشارة وطنية تعنى في مرحلة أولى بتنظيم ورشات حوار مع المجتمع المدني ومع ممثلي أجهزة الدولة، ثم عقد اجتماعات مع ضحايا الانتهاكات الذين سيقع اختيارهم وفقا لما نص عليه الفصل 12 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية. لكن أيضا باش تكون معناتك موجهة للرأي العام عن طريق الاستبيان اللي باش يجي هو في المرحلة الأخيرة، اللي باش يهمنا أنه باش نحطوا فيه التوصيات السابقة اللي جات معناتها من طرف الضحايا ومن طرف المجتمع المدني، وباش ناخذوا رأيهم في التوصيات هذه ونشوفوا إذا كان عندهم هما إضافات، ويهمنا أن نسمع حتى المجتمع التونسي شنو رأيه في جبر الضرر، وباش يكون زادة فما ورشة عمل موجهة للمسؤولين، دونك مسؤولي الدولة. الاستشارة الوطنية حول البرنامج الشامل لجبر الضرر ورد الاعتبار التي ستشمل كامل ولايات الجمهورية من المنتظر أن يشارك فيها إلى جانب المجتمع المدني وضحايا الانتهاكات الأطراف الحكومية والمؤسسات العمومية. والقانون يقول يجب معناها الأخذ بعين الاعتبار المقدرات المتوفرة للدولة عند تنفيذ البرنامج الشامل لجبر الضرر، وجبر الضرر يقوم إلى جانب أنه يقوم على التعويض المادي والمعنوي، يقوم كذلك على إعادة التأهيل ورد الاعتبار وإعادة الإدماج وغير ذلك، وهي كلها مسائل تهم
مؤسسات الدولة. برنامج لجبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات بإمكانه أن يعزز أعمال الهيئة المناطة بعهدتها لإرساء العدالة الانتقالية، خصوصا وأنها حققت تقدما في ملفات التحكيم والمصالحة. ملفات التحكيم والمصالحة تتقدم بسرعة قصوى، أصدرت لحد الآن 3 قرارات تحكيمية نهائية وباتة، 2 قرارات يتعلقوا بانتهاكات حقوق إنسان شملت سجناء سياسيين سابقين وتم إرجاع حقهم بآلية التحكيم والمصالحة، وقرار تحكيمي يهم انتهاك فساد مالي تم جبر ضرر الدولة بصفتها ضحية وإيداع مبالغ مالية من جراء هذا الصلح بخزينة الدولة. وأشار خالد الكريشي إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة ستصدر في الأيام القادمة قرارات تحكيمية أخرى في ملفات مالية كبرى، داعيا إلى تشجيع مرتكبي الانتهاكات على قبول طلبات التحكيم والمصالحة وحثهم على التوجه إلى هيئة الحقيقة والكرامة دون سواها. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد فتنة فلسطيني وأصيب 4 آخرون مساء الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. مصادر محلية فلسطينية أوضحت أن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب سيارة بها 5 شبان، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة 4 آخرين بجروح بالغة الخطورة. عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع الأربعاء في لندن، وجه رئيس الجمهورية البلجي قايد السبسي برقية التعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة، أعرب فيها أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب التونسي عن أحر تعازي وأعمق عبارات التعاطف والمواساة. وشدد قايد السبسي على الحاجة الملحة إلى مزيد التعاون والتضامن الدوليين للقضاء على ظاهرة الإرهاب. من جانبه وجه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رسالة تعزية إلى نظيره رئيس مجلس العموم البريطانية. الإرهاب يضرب قلب الديمقراطية البريطانية، هكذا عنونت مختلف التحليلات التي أعقبت العملية الإرهابية التي جدت أمس قبلة البرلمان الأوروبي. حالة من الذعر والهلع عاشتها لندن بعد استهداف مواطنين أبرياء، رغم جميع القرارات والتدابير المتخذة لتفادي أي اختراق أمني لأجهزة الدولة والأمن في عاصمة الضباب. وبالتحري عن هوية منفذ الهجوم، كشفت الشرطة البريطانية أنه يدعى خالد مسعود، يبلغ من العمر 52 عاما، ولد في مقاطعة كانت لكنه مقيم في برمنغهام التي شهدت عمليات مداهمة تم على إثرها إيقاف 7 من المشتبه بهم في الانتماء إلى شبكات إرهابية. لم يكن مسعود الذي لقي حتفه بعد تنفيذ مخططه يخضع لأي تحقيقات من قبل الشرطة، لكن له تاريخ جنائي في سجلاتها يضم أحكاما قضائية نتيجة حوادث اعتداء وملكية سلاح، إلا أنه لم يحاكم بتهم مرتبطة بالإرهاب. وقد أعلن تنظيم داعش الإرهابي في بيان على الأنترنت مسؤوليته عن العملية التي خلفت 4 قتلى من بينهم منفذها، مضيفة أن المدعو خالد مسعود نفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف الدولي. رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وفي استعراضها لحيثيات الهجوم أمام أعضاء مجلس العموم أوضحت أنه كان ينظر إلى المتهم باعتباره شخصية هامشية، ولم يكن لدى المسؤولين أي معلومات استخبارية مسبقة عن اعتزامه تنفيذ هذا الهجوم. من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الذي يؤدي زيارة إلى نيويورك في مؤتمر صحفي إن جميع دول العالم تقف مع بلاده في الحرب على الإرهاب، مؤكدا أن التهديد الذي تواجهه بريطانيا عالمي وهي تقف مع الولايات المتحدة وتتعاون معها لمكافحته. تنطلق اليوم الجمعة بتونس الدورة 33 لمعرض تونس الدولي للكتاب. الدورة تحمل شعار نقرأ لنعيش مرتين. نقرأ لنعيش مرتين بل مرات هو شعار الدورة 33 لمعرض تونس الدولي للكتاب الذي تنطلق فعالياته غدا، لتكون هذه الدورة مهرجانا أدبيا وفكريا ودعوة متجددة لثقافة الاختلاف والتنوع والتعدد. إضافات عديدة تشهدها هذه الدورة، لعل أبرزها اختيار شعار للمعرض وهو صورة لمنحوتة عثر عليها في مدينة تونس تعود للقرن التاسع عشر قبل الميلاد، وقد عاصت
ثقافتها واشتهرت في مختلف أرجاء العالم أنذاك، وهي تؤكد شيوع ثقافة القراءة في إفريقيا في ذلك الوقت. كما سيكون لبنان ضيف شرف الدورة برمزية هذا البلد في الأدب والنشر، فضلا عن العلاقات التاريخية بين تونس ولبنان والتي تعود إلى العهد الفينيقي. جامعة كولومبيا هي الأخرى ستكون ضيف شرف في أول زيارة لهذه الجامعة لبلد عربي، وهي أول جامعة تدرس العلوم الإنسانية في أمريكا اللاتينية، وقد حاز 100 من خريجها على جائزة نوبل. كما ستكون المفكرة غاية تريستيفاك ضيفة معرض الكتاب في أول زيارة لها للعالم العربي، وهي من مؤسسي دراسات ما بعد الاستعمار وتمثل تيارا فكريا بارزا في العالم. ويشارك في هذه الدورة 29 بلدا من القارات الخمس، ليصل عدد العارضين إلى 240 عارضا من بينهم 97 ناشرا تونسيا. وسيشارك في المعرض كتاب ومفكرون من دول عديدة، كما سيكرم المعرض عددا من المبدعين التونسيين والأجانب. الآن مشاهدينا للتذكير بالعناوين: استئناف الخط الجوي تونس الخرطوم بداية من سبتمبر المقبل حسب اتفاق تونسي سوداني في ختام أعمال اللجنة العليا للبلدين. العنف الأسري يمثل أكثر من 56% من مجموع حالات العنف، أكثر من 10,000 إشعار لمندوبي حماية الطفولة. وهيئة الحقيقة والكرامة تقدم الخطوط العريضة ومنهجية الاستشارة الوطنية حول البرنامج الشامل لجبر الضرر ورد الاعتبار. وفي الختام شكرا لطيب المتابعة، ليلة طيبة للجميع، إلى اللقاء.